كل احباب في يوم المتابع وجوه من افسدوه في الارض مرتين يدعوكم ايها وتنفيذ المشاريع الصافية وأمن. يا من خرجتم اليوم في 20 معتقلا من أبطال ورضي الله عن صحابته الأخيار. الأخوة الذي حول السلالم حق السماعة كتب الله أجرهم ابعدوا عنها تماما ابعدوا عنها تماما لأن تسكت السماعة صوت الناس ابعدوا عنها تماما كتب الله أجرهم قولوا معي وبصوت مدوي فاليوم الخروج في حد ذاته كما قال الشهيد القائد رضوان الله تعالى عليه جهاد في سبيل الله فلا بد ان نبذل الجهد بكل ما اوتينا من قوه الكل استعباد كامل ويرفعوا باياديهم الكل ارفعوا في اياديكم بنادقكم التي هي مفاتيح القدس هذا هو مفتاح القدس القدس لن تفتح الا بالبنادق لا بسلام ولا بمفاوضات كما يقولون ولا بغيرها لا بتطبيع ولا باستسلام بل بموقف جهادي اسلامي ارفعوا بنادقكم عاليا ارفعوها عاليا ورددوا معي بأعلى صوت وانتم تقبضون على بنادقكم وقبضاتها اليوم الشعب اليمني خرج بقبضه وقبيضه لإعلانه عن موقفه الدائم والثابت والمبدأ تجاه قضايا الأمة العربية الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المحورية المركزية لهذه الأمة رغم الحصار رغم العدوان رغم مضي 6 سنوات على هذا العدوان الغاشم والذي يعتبر عبارة عن ضريبة يدفعها الشعب اليمني مقابل هذا الموقف الثابت والمبدئي والذي لن يتخلى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى حتى تحقيق النص للأمة العربية والإسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى وهو أيضا يقدم رسالة دعم وإسناد لإخوانه المرابطين في فلسطين المحتلة سواء من الحركات المقاومة ومن كل الغيورين والأحرار في المنطقة ولإخوانه في محور المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي سائر الأمة العربية والإسلامية كل الأحرار الشعب اليمني واقف معهم مؤيدهم في هذه المواقف التي يتخذونها في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي والغربي والمشروع الأمريكي بشكل عام في هذه المنطقة حقيقة الشعب اليمني هو الشعب الوفي هو الشعب الحر هو الشعب الغيور فمع قيادته الحكيمة السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوذي حفظه الله قد استنهض جميع قواه ونرى الساحات في جميع المحافظات والمديريات تهب لنصرة الأقصى فرسالتنا لكل المتخاذلين من العرب والمسلمين أن عليكم واجب أمام الله وأمام القدس الشريف وأمام إخواننا المجاهدين في فلسطين أن نكون على الأقل جانبهم ولو بالكلمة واجب علينا الجهاد بالمال والنفس فما بالك بالكلمة خروج الشعب اليمني يمثل أصالته وعروبته وإسلامه وتمسكه بكتاب الله وتمسك وطاعته لولي الأمر وللأمر الذين هم ذكرهم الله في كتابه وليس أولي الأمر أولئك الذين يطبعون مع الكيان الصهيوني الذين قال له الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم والذين قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فأولئك هم الغالبون الآن الشعب اليمني والشعب اللبناني والشعب الإيراني والشعب العراقي والشعوب المقاومة تخرج لأنها تعرف أن هذه قضية الإسلام هي قضية العربية الإسلامية الأولى وهي التي لن يتم المجد للأمة الإسلامية إلا بتحرير أولا تحرير القدس تحرير الحرمين الشريفين
من نجس هؤلاء الأعراب ثم تحرير القدس من الصهيونية العالمية التي تهيمن على العالم. خروج الشعب اليمني اليوم هي رسالة يمنية عربية إسلامية متجددة، ندعو من خلال هذه الرسالة كل أحرار العرب والمسلمين إلى الالتفاف حول قضية فلسطين، حول المقدسات، حول القضية الهامة التي كانت ولا زالت محور الصراع مع العدو الصهيوني ومع كل داعميه من أمريكا والغرب. وبالتالي هي رسالة شعب ورسالة مجتمع في كل الساحات، ما يقارب من 50 ساحة اليوم خرجوا ليعطوا رسالة واحدة، أننا في الصف العربي، في الصف الإسلامي، في الصف المناهض للتطبيع، المناهض لكل المشاريع الساعية لانسلاخ هذه الأمة من هويتها العربية الإسلامية. اليوم يخرج الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة، ظروف العدوان والحصار، ليؤكد على مبدئية موقفه تجاه قضية فلسطين، وأنها القضية الأولى والمركزية بالنسبة له، حتى لو حصل عليه هذا العدوان وأكبر من هذا العدوان لا يمكن أن يصرفه عن هذه القضية. اليوم أيضا يخرج اليمني ليس في هذه الساحة بل في أكثر من 40 ساحة ليعبر على أن قضية فلسطين حاضرة في ذهنه، بل إنه سيتحرك بإذن الله تعالى ليحرر المسجد الأقصى وليحرر فلسطين من دنس الغزاة بإذن الله تعالى. وكما واجه العدوان هنا واستطاع أن يهزم هذا العدوان وهذا التحالف بإذن الله تعالى سيتحرك يوما من الأيام ليكون في موقف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، وتتحرر فلسطين على أيديهم بإذن الله تعالى وعلى أيدي جميع الأحرار في هذه الشعوب العربية الإسلامية. الشعب اليمني هو يخرج في هذه المناسبات وفي غيرها فيما يخص القضية الفلسطينية لإيمانه الكامل بأهميتها وبمركزيتها وأنها قضية دينية في الدرجة الأساسية والرئيسية. نوجه رسائل عدة من خلال خروجنا في هذه المظاهرة. الأولى للعدو الإسرائيلي أننا لن نترك فلسطين ولن نترك الأقصى ولن نترك حتى ذرة تراب واحدة تحت الاحتلال، سواء الإسرائيلي أو الأمريكي أو ما كان يكون. والرسالة الثانية للمطبعين، نقول لهم أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، أما الشعوب فهي تعرف من عدوها ومن صديقها. والرسالة الثالثة لإخوتنا الفلسطينيين، أنكم لستم وحدكم في هذا الميدان وأننا معكم يدا بيد وكتفا بكتف، كما قال السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. يعني الشعب اليمني اليوم يوجه رسالتين هامتين. الرسالة الأولى يوجهها لفلسطين، يعني صاحبة هذه المناسبة، بأن الشعب اليمني رغم ما يتعرض له من عدوان ومن حصار إلا أنه يأبى أن يخرج في كل المناسبات التي يعني تؤكد على القضية الفلسطينية وعلى مظلوميتها. الرسالة الثانية يعني هي بصقة في وجه كل الأنظمة المطبعة التي تتهافت على الارتماء في الحضن الصهيوني، بأن كل أفاعيلهم هذه وإن كانوا يظنوا أنها ستكون الحافظة لعروشهم فإنها ستتحول إلى هباء، وفي النهاية سيكون النصر هو للشعوب، لكل الشعوب. الشعب اليمني اليوم يعني هو يقف نموذجا هائل للشعوب العربية والإسلامية التي يخرج بعضها اليوم في إحياء هذه المناسبة، مناسبة يوم القدس العالمي. نحن هنا نوجه رسالة وإنما إنذار لأمريكا وإسرائيل، ونقول لهم بأن هذه المسيرات ليست تلك القمم التي كان يعقدها الزعماء الخونة، وإنما نحن بهذه المسيرات نسير إلى القدس بإذن الله، وعلى أمريكا وإسرائيل أن تعد نفسها وأن تحسب من اليوم أن إنه العد التنازلي لسقوط أمريكا وإسرائيل. رسالتنا إلى العدوان بأننا صامدون وثابتون، وأن تحرير القدس قادم وقريب بإذن الله وسيكون من هنا. والله خروج مشرف وعظيم بهذا القدر، خروج ملايني